مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، انتم اوفياء قناه الشروق تي في وبرنامج لايف المشاهير. بدايه اسبوع طيبه وموفقه على الجميع ان شاء الله، كما تعودتوا ككل يوم على 6 العشيه نتلاقاو معكم باش نرصدوا لكم اهم الاخبار والحصريات للفنانين تحبوهم وتبعوهم. مانيش وحدي في تقديم هذا البرنامج، دائما نتشرف ونسعد بتقاسمه مع زميلي واخي امين. نقول مساء الخير امين. مساء الخير اكرام، وانا دائما أسعد بلقائك ولقاء مشاهدينا الكرام أوفياء برنامج لايف المشاهير، برنامجهم الفني اللي فريقه دائما يحرص باش يجيب لهم أهم أخبار الساحة الفنية والمشاهير في العالم. ونروحوا إكرام مع بعضنا نتعرفوا على عناوين حلقتنا نهار اليوم. بروجكت رانواي الجزائر ينهي موسمه الأول بتتويج أمين سماتي باللقب وكواليس حصرية من الحلقة النهائية. أناس للايف المشاهير على هامش آخر حلقات الرنوي، ديو رح يجمعني مع أحد نجوم زنقاوي. صور وفيديوهات حصرية من كواليس أغنية غزة اللي جمعت فوزي دورين ورابح أم بي إس سابقا. سلافة وخرجي عن الدراما التركية المعربة، قوة وهيبة الممثل السوري راحت. وفي حلقة اليوم أيضا الفنان محمد رغيز ضيف هوا برنامج لايف المشاهير. ما أولى فقراتنا مشاهدينا الكرام كما تعودتوا ودائما كويك المشاهير، شوية أخبار سريعة وخفيفة رح نكتشفوها مع بعض. ما تم نقله للمستشفى وعودت إلى الدكة سجل سقوط لاعب المنتخب الوطني أندي ديلور الحدث في مقابلة أم صلال العربي في نهائي كأس قطر في الدقيقة 13 من المباراة، ويرجح أنه تعرض لأزمة قلبية. نتمنى الشفاء العاجل لأندي ديلور وبالتوفيق له ضمن مبارياته القادمة. يلا مشاهدينا الكرام، برنامج بروجكت رانواي هذا البرنامج العالمي اللي اكتشفتوه بنسخته الجزائرية في طبعته الأولى وفي موسمه الأول على قناة الشروق تي في. كان البارح النهائي ديالو، يعني شفنا نهائي في هذا البرنامج اللي كان معنا أكثر من شهر هكذاك أمين. صح إكرام، كان برنامج مشوق وبرنامج تنافس فيه مصممين موهوبين من مختلف مناطق الوطن على لقب أحسن مصمم في الجزائر. النهائي كما شفتوا مشاهدينا الكرام كان أمس على قناة الشروق على الساعة 9، تم تصويره بحديقة الحامة بالجزائر العاصمة بحضور العديد من الضيوف أو ضيوف الشرف مثل مديرة قناة فاشن تي في وكذا المغني الجزائري أنس بن تركيا، جام من فرقة جمعوي أفريكا وكذا منال غربي، إضافة إلى كل فريق لو ميور باتيسيير الجزائري. وخلال هذا البرنامج وحلقاته كانوا ثلاثة مصممين أكثر بروزا وإن أبدعوا بتصميماتهم ولوحاتهم الفنية اللي قدموها أمام لجنة التحكيم ولحقوا النهائي، وهما فارس ميسا وأمين. أمين هذا الأخير اللي فاز بلقب بروجكت رانوي في نسخته الأولى في الجزائر، برنامج نتمنى له في المستقبل تكون منه طبعات أخرى. ألف مبروك لأمين سماتي الفائز بالموسم الأول من برنامج بروجكت رانواي الجزائرية. مع بعض نروح نشوفوا هذا الفيديو أو فيديو لحظة تتويج أمين سماتي بلقب الموسم الأول من بروجكت رانواي الجزائر. أفضل مصمم الموسم الأول لبروجكت رانواي الجزائر هو هي هو أمين. برافو. مش مأمن بلي يتلقب أحسن مصمم في الجزائر، علاش؟ باسكو يعني لا كومبيتيسيون هذه كانت بزاف بزاف صعيبة. يا
يلا تحت هذه الزغاريد كانت لحظة تتويج أمين سماتي، لحظة صعبة جدا، سسبنس كبير كان عند المشتركين ولا المشتركين اللي لحقوا النهائي مثل ميسا فارس وكذا أمين الملقب بالموسم الأول أو لقب الموسم الأول من بروجكت رانواي الجزائر. أمين صراحة كنا شفناه في الموسم هذا ولا طيلة الموسم كان يقدم تصاميم أكثر من رائعة، خصوصا في اللباس التقليدي ولا في اللباس العادي ولا حتى اللباس الخاص بالبدينات. يعني الحق النهائي على جدارة واستحقاق. وزميلتي إكرامة يتحضر هكذا على بالي علاش نبيع لكم مشاهدينا، لأنها كانت حاضرة في النهائي وراحت الكواليس بروجيكت رانواي الجزائر في نسخته الجزائرية، هذا البرنامج العالمي، عاشت معهم هذه اللحظة تاع التتويج. جبت لنا صور جميلة كرمت علينا إكرام، نروح نشاهدوها مع بعض. يلا يعني معروضة هي منافسة في الخياطة، مليح باش نعملوا ترقية تاع تراثنا وتاع حوايجنا، هذه حاجة مليحة ونحب هذا نوع من الحصص التنافسية. دوكا راني عرضوني يعني جيت نشل العينية ونقول لكم رحت شمشمت على كل عطاء لقيت واحدة راسها مشقوق واحدة دايرة شقارة فوق راسها. على كل حال هذا إبداع، دوك نشوف إلى هذا الإبداع يعني فيه مغزى، فيه رسالة. Alors Anna, bon, déjà on est fait public, déjà c'est un honneur, déjà le coup de Mac déjà, et c'est un honneur de participer justement à cette finale et de voir tous les modèles qui vont défiler. Moi qui suis déjà une très très grande fan de l'Ebsa algérienne. برنامج لايف المشاهير مشاهدينا دائما ما يحرص كما قلنا انه يكون جسر تواصل بينكم وبين الفنانين اللي تحبوهم وكل مره تحبوا تعرفوا جديدهم واخبارهم. وعندنا فنان جديد اليوم يكرا. طبعا عندنا فنان جديد كنت حبيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى عبر مسلسلات التلفزيونيه والبرامج التلفزيونيه. طبعا محمد رغيس حاضر معنا في اتصال على المباشر برنامج لايف المشاهير، نقول له الو مساء الخير. مساء النور. السلام عليكم. عليكم السلام، وش راك محمد صافا؟ والله الحمد لله، ربي يحفظكم ان شاء الله. الحمد لله يا ربي. يلا معك اكرام وامين اليوم في هذا الاتصال المباشر، نرحبوا بك طبعا، نقول لك الف مبروك على زواجك اللي ما عندوش بزاف، نقول لك ان شاء الله العقوبه الدريه صالحه. الله يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله لكم إلى النجاح والسعادة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله لكلنا إن شاء الله. يلا محمد، البارح كنا شفنا نهائي برنامج بروجكت رانواي بنسخته الجزائرية، وكنا شفناك كنت من بين ضيوف الشرف في أحد البرايمات لهذا البرنامج، فوش رأيك في هذا النوع من البرامج اللي يكشف المواهب الجزائرية ويساعدهم في إبراز مواهبهم؟ أول شيء هذا البرنامج قبل ما يكون في الجزائر كان هو برنامج عالمي انترناشونال، كان على عدة دول، كان على ما أظن مش ما يكونش معلوماتي خاطئة، كان في لبنان، في فرنسا، في أظن حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن احنا نشوفوا فيه في الجزائر، وكان صراحة يعني كان تحس كان برنامج جميل، وكان فيه شفنا فيها يعني التراث واللبس التقليدي الجزائري، وشفنا حتى اللبس المودرن. وزي ما نقولوا نعاودوا، احنا اللبس التقليدي ديالنا معترف في اليونسكو طبعا، هذا شيء جميل جدا، انا افتخر به.
ويبرز مواهب تاع المصممين الشباب في الجزائر. محمد، انت شفناك حضور كان في حلقة لباس الفانتازيا ولا لباس الفرسان، وعلى بالنا أنه محمد بن الشرق الجزائري معروف على الرجل الشاوي أنه دائما يحافظ على اللباس التقليدي البرنوس وغيره. نعم نعم، شوف الفانتازيا مش محصورة فقط في صح في منطقة معينة، الفانتازيا كان في أمبواقي، خنشلة، تيان، البيض، على ما أظن حتى كان في تيبازا صح، يعني الإغريتش كان في عدة مناطق في الجزائر. وعند الشاوية كانت برد أكثر لأنه كانت فيها أكثر الفروسية وكان يستعمل فيها الفوش، يعني الأسلحة النارية التقليدية. علاش تم اختيارك أنت بالذات محمد باش تكون في هذا لوتان ولا في هذا الموضوع ماشي موضوع آخر؟ والله أبقي فؤاد أنا. لا، هما كي يتصلوا بك يقولوا لك انه كاين هذا الموضوع الى غير ذلك، فيدوا رايك. ما يقولوا لي ما والو. لا ما قالوا لك معليش. كيما ربح يلا محمد، بما اننا نهضروا على اللباس التقليدي الجزائري وكل ما يخص الجزائر، فشفنا من خلال هذا البرنامج دائما ابراز لباسنا التقليدي الجزائري، خاصه وانه في الاونه الاخيره شفناه يسرق منا وينسب الى بلد الجار، يعني دائما ما يدينا اللباس التقليدي الجزائري تاعنا. فبروجكت رانوي الجزائر دار مبادره انه دائما يروج لهذا اللباس التقليدي، وش رايك في هذه المبادره وفي هذه الفكره محمد؟ والله انا ما انا شوفي انا انا اي شوفي انا انا انا, أنا ضد هذه الفكره اللي عندنا حاليا انه دائما نقد فقط نشد في القديم، فنقدر نطوروا من افكارنا في الجزائر طبعا ونبرز الجماليات، لانه الجزائر فقط ليست فقط ماضي، سبحان الله الجزائر حاضر ومستقبل. فاغلبيه الشباب والاغلبيه الناس اللي العامة يتكلمون في الجزائر كأنه احنا من أموات، يا دائما يتكلموا على الماضي ويفتقدوا الماضي وينسوا المستقبل والحاضر. فالحصة اللي عجبت أكثر في هذه الحصة الجماليات، كانوا الزملاء كما كريم أكروف والزميلة مريم دلاتف واللي كانوا معهم، كانوا تحسين أنه خدموا من القلب وخدموا بحب. كذلك فؤاد حسب التقنية، نشوف الإضاءة ثم كما على بالكم في الدومين وعلى بالكم شيء سهلة، إضاءة والإمكانيات والديوب كلش تحس إنه في جمالية. أنا 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 مع إنه لازم نطوره في الحاضر والمستقبل. طبعا كلام جميل محمد، خاصة فيما يخص لباسنا التقليدي. محمد، لو كان نرجع بك لأعمالك الفنية، كنا شفنا أنه اسمك موزع في عمل رؤية برفقة فنانين كبار كما خرج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهنا في لافل المشاهير، محمد رغيس، مصطفى العريبي، سهيلة بلشهب وغيرها من الأسماء الثقيلة في هذا العمل، ولكن هذا العمل بالذات خرجت عليه إشاعات عن توقف يعني هذا المشروع. أسكو تشوف أنه هذه الإشاعات يعني كانت مقصودة باش تضعف من معنويات فريق العمل؟ والله ما تأمني، والله سمعت من عندك لأنه أصبحت أنا أصبحت السوشيال ميديا في الجزائر بالنسبة لي أنا ماشي كريديبل ما خلاص، لأنه أنت تعرف أنه أحيانا هم يستنوا أي شخصية مشهورة في الجزائر تقع في خطأ ما مش يحسوا بلي أنت مش كريديبل. انا اقول لهم باللي انتم كذلك تحت وقعتوا في خطا ما، ان يقول لكم ما وليتوش كريديبل مثلا الناس اللي تؤول ولا تقول. انا اللي على بالي هذه من مهام المنتج، والمنتج شاب واعد او جاي في الطريق الصحيح نتمنى له النجاح. وعلى بالوش راه يدير، قضية وقت فقط، لأنه إن شاء الله يوم 15 إن شاء الله يبدأ التصوير إن شاء الله. طبعا المنتج مع الأستاذ والمخرج اللي غني عن التعريف نصر الدين السهيلي، عدة أعمال يعني يقتدى بها.
طبعا المخرج او المنتج نبيل شيالي كان معنا قبل ايام في برنامج لايف المشاهير، وكان نفى انه مسلسل رؤيه ما راحش يدخل سباق رمضاني، يعني اكد انه راح يكون ان شاء الله. فمسلسل رؤيه محمد القصه تاعو يعني تحكي شويه على السحر والشعوذه، يعني القصه تحكي على السحر والشعوذه، فهاد الكلمات لما نسمعوهم ويسمعوهم الشعب الجزائري فيقول انه زعما كيما نقولوا احنا كلمات ما يتوالموش مع شهر رمضان الفضيل. فبما انك من فريق العمل ومن بين الممثلين اللي حيشاركوا ان شاء الله في هذا المسلسل، واش تقدر توضح لهم حول هاد القصه اللي راح تكون ان شاء الله في مسلسل رؤيا، وحول ما يدور يعني عن المسلسل؟ والله احنا شوف، احنا اولا الحظ ما نشوف انه اسم المسلسل هو رؤيا، يعني ما منام الرؤيا تقول منام. ثانيا انا نطرح فيه فكره والفكره لا تموت. نقول لك انا هذا الكلام يعني كما قلت انت باللي ديال الناس يقول في رمضان ما توالمش مع الشهر الفاضل. احنا ماناش نقولوا حتى في كلام، احنا رانا نطرحوا في قضيه ونعالجوا هذه القضيه بطريقه مودرن، لانه رابح سليماني كتب السيناريو، كتب هذا الحبكه وهذا الدراما بطريقه جيده جيده وجميله، وان شاء الله راح تعجبهم. ونحاول نكونوا في حسن الظن، وانا ديما نقول لهم كي يكون عمل تكون فيه المحبه والنيه، تكون في الاتقان من طرف المنتج والمخرج والممثلين، يكون عمل في دائما اليوم بروجكت رانوي راهي صح حديث الساعه، وضيوف اخر عدد من برنامج بروجكت رانوي الجزائر، هذا البرنامج العالمي. الفنان الجزائري العالمي ايضا انس لمعروف بغزاره انتاجه. انس بن تركيا كنا تلاقينا به في كواليس نهائي بروجكت رانوي، وحبينا نعرفوا اسكو عنده جديد لسنه 2024، وكذا هل راح يكون عنده ديو مع احد نجوم سنقاوي؟ راح نكتشفوا مع بعض. خميرمون نحبوا نسقسيوك على جديد تاعك، اسكو كاين جديد راك توجد فيه هنا في الجزائر؟ اسكو كاين حاجه قريبه ولا مازال ما كاين لي دات؟ بون اس مومون راني نوجد في البوم بليزيور تيتر، انا عاد نخدمو، مي ان شاء الله كورون 2024 ديبي 2024 اون فوا كومونسا انفوي دي تيتر ان شاء الله. ان شاء الله. ديرنييرمون شفناك في حفله من الحفلات تاع اون مارك اللي كنت لاقيت بها مع بزاف فنانين بيناتهم فنانين تاع الزنقاوي، دونك اسكو نقدروا نشوفوا اناس في ان ديو مع ان دي شونتور دو زنقاوي؟ Ben, Inch'Allah, pourquoi pas. Je connais Mohamed Milano, Djalil Palermo, je les connais. C'est des personnes que j'apprécie. Elles sont très bien. Et Rana Hadro, Inch'Allah, on dira quelque chose avec plaisir, avec grand plaisir. À côté Hadro, ça se coule, n'est-ce pas? Ah, on ne peut pas dire les secrets de la musique. دار في بروجكت رانوي هاد ليميسيون انترناسيونال اللي جات هنا في الجزائر. بروميييرمون انس نسقسيوك واش رايك في هاد ليزيميسيون الكبار لما يدخلوا هنا للجزائر، و اسكو تشوفها حاجه مليحه بوكو بلوس لي جون الجيريان اللي يحبوا يوروا المواهب تاعهم؟ Ben, pour parler de l'émission, quand on m'a proposé l'émission, j'ai regardé un peu les équipes, j'ai vu que c'était No Filter qui gère la production, etc. Et gros big up à No Filter, ils travaillent très très bien. Franchement, tout était carré, le voyage, la prise en charge, et même ici, tout se passe très bien. Donc, alhamdoulilah. Et pour les jeunes, ça dépend du style des jeunes. S'ils aiment bien la mode, s'ils aiment bien la cuisine, je peux pas, ça dépend, c'est chacun son style, mais ouais. Si tu veux. C'est, excusez-moi, mais c'est bien pour eux, pour montrer leur talent et tout ça. Pour montrer les talents, oui, exactement. C'est super bien, ça se développe, et ça fait plaisir. Très bien. Comment vous avez trouvé l'ambiance ici au tournage? Ambiance algérienne, c'est la meilleure ambiance du monde, ça m'arrête de goût. يلا مشاهدينا الكرام، بعد الأخبار فنانين العالم والعالم العربي في فقرة مشاهير وود من إعداد الزميل أمين زعرف. دائما
تم تكريم الفنانة العراقية شذا حسون في المؤتمر الدولي للتميز الريادي واللي أقيم في دبي، ونشرت شذا عدة صور من التكريم على حسابها في إنستغرام، وعلقت بمنشور شكر وعدت فيه بتقديم أعمال استثنائية هذه السنة. كشفت منصة كاوبانك بلاي الكورية عن بوستر أبطال دراما الأكشن الجديدة فاميلي بلان، والتي سيتم عرضها في سنة 2024. لمتتبعي الأعمال التركية الجديدة، تم نشر الإعلان الترويجي الرسمي لمسلسل ما قبلك والذي سيجمع العديد من النجوم، وللإشارة فالعمل نسخة مقتبسة من المسلسل اللبناني للموت. أعلنت منصة ديزني بلاس عن البوستر الجماعي لدراما الأكشن الشوب فور كيلرز، واللي من المنتظر أنه يبدأ عرضها في 17 جانفي المقبل، ويحكي المسلسل قصة فتاة تصبح هدفا للقتلة واللصوص بسبب الميراث اللي تحصلت عليه من عمها واللي توفى بطريقة غامضة. ما لحقنا لختام عددنا نهار اليوم، ما بقى لنا غير نقول لكم أنا وإكرام تهلاو في رواحكم وفي الناس اللي تحبهم بزاف بقاو على خير.